والله احنا هو بيقولوا يعني راجل كويس، واللي احنا عاوزينه يبقى كويس. ان شاء الله راجل عظيم، وان شاء الله هيمسك البلد وهيظبطها باذن الله، بس مش هيظبطها لوحده يعني، وهيظبطها بقى هو والشعب بامر الله، فربنا معانا ومعاه يعني. فعايزين ان احنا ايه الموضوع يستقر يعني. راجل تمام والحمد لله يعني خير للبلد، ونطلبه ان ربنا يصلح حال البلد. والله العمليه كلها واحد، احنا ما لزمنا ان احنا العمليه بتاعت حاجتنا تمشي، بس مصلحتنا دي المصلحه بتاعتنا، الكيماء والادويه والحاجات دي انها تنزل شويه. احنا بنقول ربنا يصلح له الحال ويمشي بالبلد، لان البلد دلوقتي عماله عاملين زي اللي راكب في مركب، جماعه بيزق لورا وجماعه بيزق لقدام، واحنا غرقانين في النص مش عارفين نصدق مين ولا نسمع كلام مين. فاحنا بنقول يا رب يا رب يصلح له الحال.